بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير الآيتين المباركتين في سورة الإسراء، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يخبر الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين أن كل إنسان من بني آدم قد قدر له وعليه ما يعمله وما يعرض له في هذه الحياة من رخاء وشدة وغير ذلك، أن كل ذلك بقضاء الله وقدره وأنه مكتوب في صحيفة في عنقه، يعني ملازمة له، وفي يوم القيامة إذا بعثه الله سبحانه وتعالى يخرج الله له كتابا، كتاب أعماله التي عملها في هذه الحياة الدنيا من خير أو شر، من طاعة ومعصية، من كفر وإيمان، يخرج له كتاب أعماله لا يترك منها شيء، بل تحصى عليه أعماله في هذه الحياة الدنيا وتكتب تكتبها الحفظة في هذه الصحيفة، فتعطى له يوم القيامة إن كان من الصالحين ومن الأعمال الصالحة، تعطى له بيمينه فيسر بذلك، وإن كانت من الكفر والأعمال السيئة تعطى بشماله، فيقول يا الأول، يقول ها أمقرأ كتابي، يحب أن يطلع عليه لأنه يسر، أقرأ كتابي إني ظننت أي تيقنت واعتقدت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية إلى آخر الآيات. وأما الصنف الثاني فإنه يعطى كتابه بشماله إهانة له، ويقول عند ذلك يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، أي لم أبعث بعد موتي. هذا مصير الناس يوم القيامة، لا يخرجون عن هذين القسمين من لطف الله جل وعلا ورحمته بنا أنه أخبرنا بذلك لأجل أن نستعد لهذا، وأن نقدم لأنفسنا في هذه الحياة ما نجده عند الله يوم القيامة مدخرا، وأن نتوب من السيئات، لأننا في هذه الدنيا في زمن الإمكان، إمكانك أن تستغفر الله فيغفر لك،
بإمكانك أن تعمل الصالحات فتكتب لك، لكن يوم القيامة لا مخرج من هذا الكتاب. إما أن يكون كتاب خير فتسر به، وإما أن يكون كتاب شر فتستاء منه وتتمنى أنك لم تلقه. على المسلم أن يستعد لذلك. وكل إنسان ما يعني بعض الناس دون بعض، بل كل إنسان من الملوك ومن الصعاليك ومن العلماء ومن العوام ومن المؤمنين ومن الكفار، كل بني آدم هذا مصيرهم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعطى كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابه. نعم، أحسن الله إليكم. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ، كما نود أن تكون الأسئلة في محيطنا الشرعي وأن يكون المتصل بعيدا عن جهاز التليفون كي لا يكون هناك تردد بين السائل والمجيب. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز المسح على الشراب بعد النوم وقد تم لبسه على طهارة؟ إذا كانت المدة باقية والشراب ساتر للمفروض، وأيضا الشراب صفيق يغطي ما وراءه ولا يرى لون الجلد من ورائه وهو سليم ليس فيه شقوق يبدو منها بعض الجلد، فإنه يقوم مقام الخفين يمسح عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الجوارب بهذه الشروط: أن تكون الجوارب ضافية، وأن تكون ساترة لما وراءها، لا تكون شفافة، وأن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها. نعم. أبو عبد الله يقول: خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطا للطهارة، ما رأي الشيخ في ذلك؟ لا، هذا تكلف ولا يؤمر به. إذا لبسها وهي على الصفة التي ذكرناها فإنه يعمل بالرخصة. الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، حلي الزينة هل فيه زكاة؟ وما القول الراجح حيث يسأل عن ذهب زوجته له سنوات متعددة يقول بأنه لم يزكيه؟ جمهور أهل العلم على أن الحلي الذي يستعمل أو يعد للاستعمال والتزين المرأة به في المناسبات أنه لا زكاة فيه، هذا قول جمهور أهل العلم، وهو الذي لا يسع النساء سواه. نعم. سائل أرسل للبرنامج يقول: إنسان مبتلى بالوسواس، ما توجيه الشيخ صالح له حيث يؤذيه وخصوصا في الطهارة وفي العبادات؟ عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أحس بالوسواس: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إنه هو السميع العليم. وأيضا عليه أن يرفض الوسواس ولا ينفعل معه، بل يتركه ويمضي على الأصل ولا يلتفت إلى الوسواس، فإنه إذا التفت إليه واهتم به انفتح عليه باب لا ينسد من وساوس الشيطان. الله جل وعلا أمرنا بالاستعاذة به من هذا الشيطان ليعيذنا منه ويحمينا منه، هذا من فضله وإحسانه وعنايته بنا. نعم. تقول السائلة: إذا تضايقت المرأة يا شيخ وهي في عدة الوفاة وذلك في البقاء في بيتها وبيت زوجها،
فترة هل لها أن تخرج من البيت لتروح عن نفسها ثم ترجع؟ وما الأمور المشروعة لها وما الأمور المشروعة المنهي عنها؟ لا مانع أن تخرج بالنهار، أن تخرج بالنهار لحاجتها إذا كان لها حاجة مثلا في السوق وليس عندها من يقضيها، تخرج بقدر الحاجة، ولا بأس كذلك أن تتزاور النساء اللاتي في العدة، عدة الوفاة، تزاور الجارات بينهن في النهار، لا بأس، الرسول رخص بهذا من باب التوسع عليهن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة التي وردت البرنامج تقول هذه الأخت السائلة: هل للحائض أن تقرأ القرآن وكذلك النفساء؟ إذا اتصل معها الدم هل تصلي وتصوم بعد الأربعين؟ هذا السؤال يتكون من فقرتين. نعم. فقرة الأولى: هل الحائض تقرأ القرآن؟ نعم. الجمهور من أهل العلم على أنها لا تقرأ القرآن مثل الجنوب حتى يذهب عنها الدم وتغتسل، فهي مثل الجنوب. ومن العلماء من يرخص لها في قراءة القرآن، خصوصا إذا كان لها حفظ وتخشى أن تنساه، وكذلك إذا كانت في دراسة وجاء الامتحان وستمتحن في القرآن فلها أن تقرأ، لكن لا تمس المصحف، وإنما تقرأ من المصحف من وراء جوارب أو بمسطرة أو قلم يكون معها، ولا تمس المصحف، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. والنفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين هل تصلي؟ نعم. السؤال الثاني، الفقرة الثانية من السؤال، أنه لا نفاس بعد الأربعين، أكثر مدة النفاس 40 يوما، فإذا طلع خرج عن 40 فإنها تعتبره دم فساد وليس نفاسا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن تعليق التمائم، ما حكمها في الشريعة الإسلامية؟ حرام ولا يجوز، هذا من وسائل الشرك. وإذا اعتقد أن هذه التمائم تدفع عنه البلاء أو ترفع عنه البلاء فإن هذا شرك صريح، لأنه لا يدفع البلاء ولا يمنع الضرر والمحذور إلا الله سبحانه وتعالى. والرقية إنما تكون بالقراءة على المريض وليس تعليق تمائم أو تعليق مكتوبات عليه، وإنما يقرأ عليه قراءة حية والراقي ينفث عليه ويشفيه الله من ذلك بإذنه سبحانه وتعالى. نعم. الأخت السائلة تذكر في سؤالها المرسل للبرنامج بأنها حديثة عهد بالزواج، وتشكو من زوجها الذي يتأخر مع زملاء في الاستراحات، وتقول يأتي وينام عن صلاة الفجر وهو محافظ على بقية الصلوات، ماذا أعمل معه؟ هذا ارتكب جريمتين: جريمة الأولى في حق الله سبحانه وتعالى، وهي أنه يسهر مع أصحابه ثم ينام عن صلاة الفجر، يترك صلاة الجماعة، يترك الصلاة في وقتها. والجريمة الثانية في حق الزوجة، لأن الزوجة لها حق العشرة والمبيت، لا يفرط في حقها، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في حقوق الله وحقوق عباده، وأن يتركوا هذا العمل والتسيب في الاستراحات وفي المقاهي وغير ذلك. الله جل وعلا يقول: وعاشروهن بالمعروف، يقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فلا يجوز له أن يضيع حق زوجته، وقد تكون زوجته عندها خوف من تركه لها في الليل، ربما تخاف من أحد
يأتي إليها أو سبحان الله، فهي بحاجة إليه. نعم. عبد الله من الخرج معنا على الخط، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي آيتين فيها الآية يقول وما منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. هل الظالم يعني يشمل برضه عصاة المؤمنين مع الكفار ولا تخص الكفار بس؟ شكرا. يا أخي هذه الآية في المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا تجري بهم أعمالهم، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم ولا ينجو من هذا الصراط إلا المتقون. ثم ننجي الذين اتقوا، اتقوا الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه والمحافظة على طاعته، هؤلاء ينجون يوم القيامة وتحملهم أعمالهم على هذا الصراط الذي هو أدق من الجمر وأحد من السيف، خطر، مزلة، مدحضة، مزلة أقدام، الخطر عظيم. نسأل الله العافية والنجاة والمرور على هذا الصراط بسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أبو عبد الله شيخ كيف يزيد الإيمان، وهل يحس المسلم بزيادة الإيمان ونقصانه أم أن هذا شيء معنوي؟ الإيمان يزيد بالطاعة، ويزيد الله الذين اتقوا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيد الله الذين اهتدوا هدى، فيزيد بالطاعة. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والمنافقون إذا سمعوا القرآن يتساءل بعضهم مع بعض أيكم زادته هذه إيمانا، قال الله جل وعلا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالإيمان يزيد بسماع القرآن، يزيد بالمواعظ والنصائح، يزيد بالطاعات. فعلى المسلم أن يتعاهد إيمانه وينقص بالمعصية حتى يكون مثل حبة الخردل أو أنقص من ذلك، ينقص بالمعصية. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، دل على أنه يضعف حتى يكون مثل حبة الخردل. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يؤجر المريض على مجرد المرض وإن لم يحتسب ويصبر؟ لا بد أن يصبر المؤمن، يصبر ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. ما في أجر إلا بنية واحتساب، والله يبتليه بالمرض ليظهر صبره، تحمله وثقته بالله، أو يظهر جزعه وتسخطه والعياذ بالله. نعم. ما زلنا نذكر السادة بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بالشيخ لطرح الأسئلة. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل بأنه نذر لو شفي أخوه من المرض أن يذبح كل عام عجلا ويعمل وجبة عشاء للفقراء والمساكين وشفي ولله الحمد، فهل عليه الوفاء مع أن ظروفه لا تسمح بذبح هذه الأغنام أو يدفع كفارة؟ لا، يجب عليه التنفيذ. قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال سبحانه وتعالى في وصف الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويقول سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، يعني نذر طاعة.
نذر الطاعة يلزم الوفاء به، وإذا كان في وقت لا يستطيع فإنه ينتظر الاستطاعة وينفذ، ينفذ ما مر عليه ويقضيه. نعم. ياسين من الطائف، تفضل يا ياسين. نعم معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام، تفضل. بك يا شيخ الله، بارك الله فيك، تفضل سؤالك يا ياسين. عندي سؤالين. الأول، عندنا أنا شغال في فندق، فعندنا غير مسلمين اللي ينظفوا الغرف، فعندنا في كل غرفة عندنا مصحف نحطه في الغرفة، فما أدري هو لما يجي ينظف يشيل القرآن ويمسح من فوقه ويمسح من تحته، إيش حكم ذلك؟ وإذا نبهنا عليه ممكن إنه يعني يسويها من ورانا ونحن ما ندري. طيب استمع، استمع الإجابة يا أخي. ارفعوا القرآن، خلوه في مكان ما يتصل إليه يد الكافر، ارفعوا القرآن في مكان، أو إذا كان أنه ما هنا إمكانية للاحتفاظ بالمصحف فلا تضعوه في الغرفة. لا، هذا لا، ليس بلازم هذا، لا تضعوه في الغرفة وأنتم تخشون عليه من اعتداء الكافر. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لتقديم الزكاة في غير موعدها وذلك احتسابا للمواسم كرمضان وأيام الحج، ما رأيكم فيها؟ لا بأس بتقديم الزكاة وتعجيل الزكاة، لا سيما عند الحاجة إلى ذلك فتقدم، لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس لسنتين، لحولين، لما احتاج إلى ذلك، فلا مانع من تعجيل الزكاة، والحمد لله. نعم. يقول السائل، يا شيخ أنا عندي دكان أبيع وأشتري فيه منذ الصباح، ولكن أسأل عن قراءتي للقرآن بدون وضوء لأن الوقت طويل. إذا كنت تقرأ عن ظهر قلب فلا مانع أن تقرأ من غير وضوء، أما إذا كنت تقرأ من المصحف فلا بد من الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. هذا أبو علي يقول، من قطع الطواف والسعي للصلاة فهل يتم من مكانه أو يستأنف من جديد؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يستأنف هذا الشوط الذي قطعه من أوله من الحجر، لأنه لم يتمه وأدخل عليه عبادة أخرى وهي الصلاة، فيبني على الأشواط الماضية ويعيد هذا الشوط الذي صلى فيه، وهذا لا شك أنه أحوط للذمة. نعم. يقول، أيهما أفضل في الأعمال الصالحة، عشر العشر الأخيرة من رمضان أو عشر ذي الحجة؟ يقولون إن ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، ونهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر من رمضان. نعم. أبو عبد الرحمن من جدة، تفضل معنا على الخط. يلا أبو عبد الرحمن معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. قصر أبو عبد الرحمن، قصر التلفزيون، في تردد بيننا وبينك، تفضل قصر التلفزيون، اسمعنا من الهاتف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا فضيلة الشيخ، أنا متزوج منذ 50 عاما ويجي لي أطفال، الأول والثاني والثالث يتوفون في 40، ما يكملون 40. أي. نعم. ومن بعدها جاء بنت ومرضت وهي في 40، وحلفت عليها أمها حلف إن عافت إن أصوم شهر. طيب. نعم، يلزمها الوفاء إذا شفيت البنت، يلزمها الوفاء بالنذر. كلام ل50 سنة. طيب اسمع الإجابة. ولو كان له 100 سنة، النذر باقي في ذمتها. ما هو نذر، حلف. نعم. يا أخي نذر. لا، يا أخي نذر، هذا مؤكد. الله يهديك، هذا نذر مؤكد باليمين. أم الأولاد عندي.
أنا علمتك وبهواك. شكرا. نعم. شكرا فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول بالنسبة للعمرة عن الذي لم يؤديها مع أنه معاق وعلى كرسيه، هل تقبل العمرة أم لا بد من الذهاب إلى المكة؟ نعم. يقول بالنسبة للعمرة عن الغير، فأخي معاق على كرسيه وأريد أن أعدي عمرة عنه، هل تقبل العمرة عنه؟ ما دام حيا فإنه يعتمر ويحمل، يحمل في العمرة وفي الحج، يحمل في الطواف وفي السعي، ولا تحج عنها وتعتمر عنه حي. نعم. هذا أرسل بمجموعة من الأسئلة عن الفرائض، يقول فضيلة الشيخ ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا وارث من لا وارث له؟ نعم، هذا يدل على أن الذي ليس له وارث بفرض أو تعصيب أو ذي رحم أن تركته تكون لبيت مال المسلمين، تكون لبيت مال المسلمين. نعم. الفقرة الأخيرة يقول المراد بالأخ المبارك والأخ المشؤوم هل يعتبر من أهل الفرائض؟ نعم، هذا في الفرائض. الأخ المبارك هو الذي لولاه لسقطت أخته فهو يعصبها، والأخ المشؤوم هو الذي لولاه لورثت أخته فهو يحجبها. نعم. يقول الشيخ بالنسبة لعبارة خطيب الجمعة عندما يقول أما بعد، هل لابد من الإتيان بها؟ نعم، هذا من السنة، يعني الرسول كان يأتي بها عليه الصلاة والسلام أما بعد، وهي فصل الخطاب الذي أتيه داود عليه الصلاة والسلام كما في القرآن. نعم. فضيلة الشيخ في رمضان يقول نحن نسافر إما للنزهة أو للبراري، هل نكمل الصوم أو نفطر؟ يا أخوان، رمضان فرصة عظيمة في حياة المسلم، كيف تضيعها وتروح للنزهة وللأسفار التي ليست بلازمة أو لست بحاجة إليها وإنما هي للنزهة؟ لا تفرط في رمضان، والنزهة تكون بعد رمضان، طول السنة 11 شهر لك، أما رمضان فتتركه لما فرض له، إلا إذا احتجت إلى السفر فلا مانع، وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. الأخت عبير تقول أختي خصصت للإحرام لباس محدد، هل هناك للمحرمة لباس محدد أم تحرم بأي شيء؟ تحرم بثيابها العادية وثياب نسائها، ليس لإحرام المرأة ثياب خاصة، وإنما تحرم بثيابها التي كانت تلبسها بشرط أن تكون طاهرة، تحرم بها وتؤدي بها النسك. نعم. تقول السائلة زوجي مقيم في جدة ونوى العمرة وأحرم قبل حدود الحرم، هل عليه شيء في ذلك؟ نعم. زوجها مقيم في جدة ونوى العمرة وأحرم قبل حدود الحرم، هل عليه شيء في ذلك؟ نعم، ميقاته جدة، إذا كان من سكان جدة أو نوى العمرة من جدة فإن ميقاته هو جدة، فلا يتعداها إلا وهو محرم، وما دام تعدى جدة ولم يحرم إلا من عند الحرم، حدود الحرم، فإنه يكون ترك الواجب عليه، ويكون عليه فدية، يكون عليه فدية، يذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء. نعم. علي من جد من أبها، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. الله يفيدك، الله يفيدك يا شيخ صالح. تفضل. سؤالي يا شيخ عن قطيعة الرحم، هل هو، لأني سمعت من شيخ قبل فترة أنه ملعون قاطع الرحم، وهل الاتصال يكفي إذا كان المكان بعيد شوية أني أتصل على رحمي وفي كل أسبوع أو في يوم أو يومين
فهذا يكفي عن الوصول. واضح السؤال يا أبو علي. أثابك الله يا شيخ. شكرا شكرا. يا أخي هذا في القرآن، قاطع الرحم ملعون بنص القرآن، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره. وصلة الرحم تحصل بما يمكن من صلته، ولو بمخاطبته بالتلفون أو بالجوال والسؤال عن حاله والسلام عليه. نعم أحسن الله إليك شيخ. يستفسر عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. هذا من باب المقابلة، مثل فيسخرون منهم سخر الله منهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم إنما نحن مستهزئون. قال الله جل وعلا: الله يستهزئ بهم. فهذا من باب الجزاء والمقابلة على عملهم السيء، وإلا فإن الله لا ينسى. لكن معنى النسيان هنا أنه يتركهم في العذاب عقوبة لهم. نعم. ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم؟ وإذا احتسب الإنسان هل يؤجر على ذلك؟ نعم، تعليم القرآن بالاحتساب هذا جيد وفيه أجر عظيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن فلا بأس بذلك، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لا مانع من ذلك. نعم. يقول السائل يا شيخ: يكلفني بعض الطلاب بتقديم بحوث فقهية لهم سواء في الثانوية أو في الجامعة وفي العلوم الإسلامية، ما حكم أخذ الفلوس أو الجوائز عليها؟ هذا حرام، وأنت غاش وتساعدهم على الغش، وهذا العمل لا يجوز. لا تكتب لهم البحوث المطلوبة منهم، لأن هذا من الغش، وتأخذ على هذا أيضا مقابل، هذا حرام. فتوب إلى الله واترك هذا العمل. نعم. يقول السائل: الخلاف الذي يقع بين زوجتي وأمي، كيف يتعامل الشاب مع هذا؟ مأجورين لإرضاء الأم وإرضاء الزوجة. الإصلاح بينهن، يصلح بين أمه وزوجته إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن فيجعل زوجته في بيت مستقل بعيدة عن أمه حتى لا يحصل ما ذكره. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: ما الحكمة الظاهرة في إخراج الزكاة؟ وإذا امتنع الإنسان عنها ماذا يلزمه؟ الزكاة ركن من أركان الإسلام، كيف يتركها الإنسان؟ كما لا يترك الصلاة لا يترك الزكاة، فهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، يجب عليه إخراجها ولا يتركها، وهي حق واجب عليه. والحكمة في ذلك أنها طعمة للمساكين والفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. نعم. عبد الله من الرياض معنا على الخط، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير، كيف حالك يا شيخ؟ عندي سؤالين الله يحفظك. تفضل. السؤال الأول اللي هو كثرة السجود، كثرة الدعاء في السجود الأخير لخمس دقائق، ادعي من خير الدنيا والآخرة. والسؤال الثاني، لحظة خلي الشيخ يجاوب. يا أخي، الدعاء ما هو خاص بالسجود الأخير، كل السجود في الصلاة الأول والأوسط والأخير، قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، ولا يخص بالسجود الأخير. نعم. السؤال الثاني عبد الله. السؤال الثاني عن السحر والشعوذة والكهانة والعرافة، كثرت في البلاد العربية، وأما بالنسبة للبلاد بلاد التوحيد هنا في المملكة، فإن شاء الله مجنبة من الأمر هذا.
طيب. ما حكم ما نصيحتك يا شيخ لهذا؟ شكرا. النصيحة أن يتجنب السحر والسحرة ويبتعد عنهم ولا يتعامل معهم، وإذا علم من ساحر أنه في البلد أن يبلغ عنه السلطة، لأنه من المفسدين في الأرض. ولا يفلح الساحر، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فلا يسكت عنه بل يبلغ عنه السلطة تأخذ على يده. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم القول للشيء ليته يا شيخ لم يحصل، أو ليته حصل كذا وكذا، وكيف يكون المسلم عارفا بهذه الأحكام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن ليقول قضاء الله وقدره، أو أن يقول قدر الله وما شاء فعل. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لو تفتح عمل الشيطان. فلا يقول هذا، بل يرضى بقضاء الله وقدره ويتخذ الأسباب الذي تقي من المحاذير. نعم. هذا يسأل عن حديث فيما معناه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: فقلت الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. المراد بالصلاة هنا الدعاء، الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، فيكثر من الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حقه علينا عظيم عليه الصلاة والسلام. نعم. سعيد من الرياض، تفضل يا سعيد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ الله يحسن إليك، هل الأفضل الاستغفار مثلا بصيغة استغفر الله عدد مثلا 1000 2000 مرة، أم الاستغفار بصيغة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بصيغة 100 200 مرة؟ الله يحسن إليك، يعني أنا بشوف الأفضل. الله يطول عمرك. الأفضل أن تقول ما جاء في الكتاب والسنة: استغفر الله وأتوب إليه، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، وما أشبه ذلك. والعدد لابد من دليل يا أخي على تحديد العدد، لابد من دليل على تحديد العدد بمئة أو أكثر أو أقل. نعم. شكرا يا عبد الله. يسأل الشيخ عن بيع بعض الحيوانات كالقطط والكلاب وأكل ثمن هذه الحيوانات. لا يجوز بيع الكلاب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكائن ومهر البغي، لا يجوز بيع الكلاب، ولا يجوز بيع القطط لأنها نوع. نهى عن ثمن السنور أيضا، والسنور هو القط، لا يجوز بيع هذه الحيوانات، لكن يجوز اقتناؤها للانتفاع بها للحراسة وما أشبه ذلك. نعم. يقول الشيخ هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم ترك الزواج بالنسبة للمرأة إذا قالت أريد أن أكمل تعليمي الجامعي ثم الماجستير وبعد ذلك أفكر في الزواج؟ هذا يفوت عليها فرصة الزواج ويرغب الخطاب عنها، إذا خطبوها بالأول ثم رفضت فإنهم يتركونها فتبقى عانسا، فهي الذي جنت على نفسها. والزواج لا يتعارض مع الدراسة والتعليم، تتزوج وتتعلم تواصل دراستها، ولو اقتضى الأمر أنها تشترط على الزوج أنه يمكنها من الدراسة لا مانع من ذلك، المسلمون على شروطهم. نعم. يقول: من هو الذهبي وما هي كتبه؟ هل هي في الأحاديث؟ الإمام الذهبي من أئمة الشافعية ومن المحدثين الكبار رحمه الله، ومؤلفاته كثيرة، مؤلفاته كثيرة في الحديث وغيره وفي علوم الحديث، فهو إمام جليل مشهور في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: هل لي أن أفرق بين التراويح والقيام؟ وكذلك يا فضيلة الشيخ، إذا تركت القيام لليل في الأيام العادية بعد رمضان هل آثم؟ لا تآثم على ترك
قيام الليل، لكن يفوتك الأجر العظيم. وإذا اعتدت على قيام الليل فلا تفتح لنفسك باب الكسل، واصل هذا لأنك بحاجة إليه، واستعن بالله سبحانه وتعالى. ولا فرق بين التراويح وبين قيام الليل، التراويح هي من قيام الليل إلا أنها خاصة في رمضان، شهر رمضان المبارك، التراويح في شهر رمضان المبارك. نعم. يقول فضيلة الشيخ: مصري أخوي أخي يصلي الجمعة فقط، وبقية الصلوات يصليها في شقته، فهو يعمل هنا ويخاف على أولاده ويصلي الفرائض في أوقاتها. صلاة الجماعة واجبة، ما يكفي أن يصلي في بيته، يصلي مع الجماعة، وأولاده إن كانوا كبارا يأخذهم معه ويأمرهم بالصلاة ويربيهم عليها، وإن كانوا صغارا فيتركهم عند من يحافظ عليهم من أمهم أو غيرها، ولا يترك صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخ: ما السنة الواردة عند دفننا للميت، وهل قراءة القرآن عليه بعد دفنه واردة؟ لا، هذا بدعة، قراءة القرآن عند القبر أو عند الدفن هذا بدعة، ولكن يدعى للميت. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغوا من دفن الميت قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم على القبر بعد دفنه ويستغفر له ويدعو له، يسأل الله له التثبيت ويأمر بذلك، وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم. نعم. طيب فضيلة الشيخ، نختم هذا اللقاء معكم بسؤال للأخ أبو إبراهيم، يقول: ما هي التقوى، وهل التقوى في الأمور الشرعية، وما هي مجالاتها؟ التقوى معناها تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه، رجاء لثوابه وخوفا من عقابه. سميت تقوى لأنها تقي من عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم. شكر الله لكم شيخنا الكريم الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات. حقيقة استفدنا من هذه التوجيهات وهذه النصائح وهذه الفتاوى القيمة المبنية على الكتاب والسنة، رفع الله ذكركم في الدارين. أشكر زملائي في مكتبة الشيخ في الرياض محمد عبد العزيز الحامد ويزيد بن محمد الماضي، رتبوا هذا اللقاء مع الشيخ. كما أشكر الفنيين والمخرجين وبقية فريق العمل معي في الاستوديو، هذا زميلي ناصر البقمي الذي أخرج هذه الحلقة. يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله.